كابتن اسامه عمر يعني كل الناس بتحبه، وكل المدربين اللي جم مسكوا النادي الاهلي كلهم لعبوه. يعني انا لما طلعت اداني نصيحه، قال لي بص يا عبد الجليل ما تستعجلش، انا قعدت سنه كامله اتمرن ورا الجون. قلت له يعني اتمرن ورا الجون؟ قال لي مع كابتن جوهري كان بيعدني، بس انا ما كنتش فاهم وكنت مستعجل. تاني سنه كنت من الاساسيين، السنه كانت 84 ديت وكان في فطاحل، ف اتعلمت منه الجلد، الصبر. سوري. كابتن اسامه ما بيهزرش في الملعب. شوف انت جسمه رفيع بس عصب. اللعيب الوحيد اللي تدي له الكره في وسط 2 3 والله العظيم يحتفظ بيها وما تضيعش منه، عشان كده كان بيدينا اطمئنان. زائد ان كل حتى الانديه الثانيه بجد بتحبه، يعني هو علاقته كمان في الزمالك اسماعيل يوسف اشرف قاسم احمد علاقه غير بقى الاهلي غير الانديه الثانيه. اسامه من النوع اللي هو مقل ودل، يعني ما بيحبش يجود قوي، بيديك الخلاصه ودي متابعتي ليه. في واحد يقعد يديكي كلام قد كده، مع انه ممكن يقول 3 4 كلمات الافاده، انما يقعد يلف ويدور يلف ويدور ده خلاص عرفنا. لا هو عايز يطول في الكلام عشان يتقال يا سلام ده بيتكلم كويس، لما تقول كلمتين ثلاثه خلاص يعني. فاسامه من النوع ده اللي ما بيتكلمش كتير، بيتكلم حاجات بسيطه والواحد بيستفاد منها. بقول لك كابتن اسامه والله مهما طال الزمن وما تقابلناش، وانت عارف ان انا بحبك في الله، لان انا عارف ان انت بتحبني، واتمنى لك يا رب النجاح اكتر من كده، لان انت من بيت طيب ومن منيرة، والمنيرة دي يعني ولاد الاصول ولاد البلد. هتقول ايه لصاحبك؟ عبد الجليل اولا أو يعني مبدئيا من الناحية الفنية من لعيبة الممتعة جدا 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 اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، رغم ان هو مثلا لعب 3 أو 4 سنوات بس، وكان قدامه فرصة انه يلعب كتير جدا في النادي الاهلي، فعلا من اللعيبة الممتعة، وكل اللي اتفرج عليه يحب طريقة أدائه. كان موهوب، يعني كان في شبه من لعب علاء مايوب، على طول على الجون وعلى طول بيجيب جوان وموهوب يعني. فربنا يديله الصحة ويوفقه يعني في أي شغل بيعمله. ووحشني جدا لأني فعلا بقالي فترة ما شفتوش يعني. هو وحشني.